خالد وفارس زوزف وذا جيرتكس وجريتينجز جريتينجز جريتينجز اي ام ذا جيرتكس قرقوط الاسطوره ذا مان ذا ماث ذا ليجند همسلف شكرا بدر اسطورتي والله بدر بدر احسن واحد في الستريم بدر تبغى تعلق شوي نت انا ما عندي مسكك ما عندك تسكات تخاف اصلا حلا عليك اصلا اه كيف ناقي يا حجمي هذا انا فهمت اوكي يا احمد هذا انا هون اقدر اعلق وانا العب بس عادي يطلع صوت اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوكي اسي يونيفرس عندنا على ستريم يعزز الخوية بدر وينه اليوم ورا اختبار توفيق بالتوفيق سعود انا بعد ورا اختبار بس توفيق بدر حبيبي بتروح تلعب اصلا وي زحمة تصلي اصلا الكاميرا طبعا احسبط الكاميرا give me a sec okay let me just change the players ولا انت احمد تقعد على الكمبيوتر انت اي That works. أخرج الأسطورة. Director and Director in Chief of Real Smashers. Okay. إخوان ضد بعض يعني حرفياً يعني. أسوأ من كلمة في. كلهم يلعبون بالبيت فهمت؟ حرفياً كل واحد يعرف مثلاً الثاني. طيب هذا يصير فيه ليفلز عالي ليفلز من هذا. اي مختلفة شوف انا اقول لك شيء اوكي شوف what's this for no I don't need عادي I don't need احمد no عادي خلينا لك عادي I don't want it no 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 احمد قاعد يطقون على الريال اعطوني اياه خلاص تفضل keep it for yourself ايش يقول ما بقى احد يا ابوي ايش هذا Call okay. him Zemzem Fountain. What? Zibda. ارجع على الستريم. عندنا روي versus جيرتي. عم يصير تسمي ضفت على جيرتيكس وقت بيت الله العظيم. شوف. اي صح ميقا فروقي. ضفت على العملاق. تدري سالم انت فعلك جامعة سعود بالله رحنا بالله. جامعة سعود actually works for you, no joke. بقى يسوون باتن شيك. ها؟ لا because you are a titan. ما تبي مالك اوكي اي سي وات از جوينج شوف معلومه من الاخر جيرتكس سكسكت ماشينج باروي از ماشينج بمعنى يا انه خارج بيبي العافيه يا انه هي سمها ذس از ليترلي ا ستراجل اوف باتل فور خالد لانه زوزف فري بالنسبه للعادي لا اخر مره فاز جيرتكس جيرتكس صار لفترة طويلة I think you have eyes and you can see شوف لايك صار أحسن كثير ايه ما أدري سكاي سعود أو الناس اللي يسوون ماشن باتنز أظن أنه بدي يهدي أعصابه لأن أول كان دايما يعصب الموضوع بس الموضوع ما هو ماشن باتنز كثر ما هو موضوع أنك تستخدم إظهار قوية حقتك اللي ما تتونش أكثر من مثلا زي روي عنده فير عنده نير عنده أب إير كله تقريبا الجاب مو سهل لا لا قصدي it's so good يا of course بس أنا أقصد إن روي عنده البريفليج إنه يسوي هيت بوكسات كثير لأن هيت بوكسات أغلبها سيف طب ترى لوزرز بارت صراحة أو لوزرز سيف لا لوزرز سيف اللي هم الرياضة اوكي نرجع للستة هي جيف ديم حلوة هذه من الاشياء المهمة بعد ان روي الكفري حقه مرة استبتبل انه يصير عليه جيف والله صراحة حلقة الاحسن من كرام هو احسن من كرام اي بس انه لسه سيء اي جدا اي نيد ا جمب نص الكفريز الالتيميت نيد ا جمب عشان they be kinda good and روي is one of them and Granger I think is not one of them لا
في نينجا عنده كثير اوبشن زي نينجا كاسيت صراحه، عنده سايد بي، عنده اب بي، عنده جامب. اي هذا الركبري حقك كذا جامب عاليه مره. اسك كانك داونز داونز افتوز حلو تبت افتوز. اوكي حلو حلو نيرنتو ابسمش جير حلو جير سوى صار مسوى جاب بس هذاك حاول انه يلتف يمسكه ف ما قدر ما قدر يسويها 2% يس لا ما في فريم داتا فريم داتا حقته ضعيفه ثامر مو ثامر سوري سكاي مين قصدك هذا كيف مين زرول انا قاعد اقول لك اغلبها يا هاشم وما قاعد اقول لك انها كلها يعني سيف انا قاعد اقول لك ان اغلبها تعتبر تقريبا سيف فاهم اوكي داون فريم تشابي سوري خير بلس هاشم مو كل الناس ماريو عندهم ابي ابي فريم ثلاثه بالذات خصوصا النينجا ما عنده كثير اوبشن كوينز. ايه جرينجو عنده ماريو الحاله هي هاز اب بي واب سماش كمان هيز هاف هيز ايريالز ار جاست ريلي جود اون سيف اون شيلد حرفيا اف يو نو هاو تو سبيس ماريو از باستد فور يو اند زي بعض الناس كان جاست سماش سي ستيك هاشم يا اخي ما دخل اخوي ايش تبغى انت؟ تتكلم عن الماشي الموجود لا بس ناسيوس اوكي سو فار جيتكس واضح يتعود على نظام فارس بس فارس ما قاعد يدش انذر جيم يب ترى تقريبا الجيم هذا شوي فري لان ابي ثروي تطول حقت جرينجا ولا ابي ثروي تطول عليها ابي تقريبا الجيم مره سهل يعني لما يوصل فري فور مدري ايش حبيب بلاش اوه احس انه جاب باكر ما احس روي احسن شخصيه تختار ضد جرينجا وفابي صراحه اتمنى جاب باكر تنرف مو تنرف دمج او تنرف كل باور فانها تصير ما تشبك حلوه ريت حلو تصير ما تشبك بكل البرسنتات يعني ما مثلا بالبدايه تصير جاب ما تشبك الا مع مثلا فين او مثلا اثنين او مثلا تسويها مثلا فيها على الابل بعدين تشبك مع باكر بس يعني هي دائما ترو يعني إيه لان جاب باكر دائما فو هذا اللي لان الناس وجاب باكر تعتبر على الواحد دمج فانت ممكن حتى اصلا تسوي جاب باكر ما تذبح تسوي دمج بس وبعدين تقولي اوه تصير ستيل ما تفرق ضربه مره قويه فيعني تشوف مثلا زوزف او اي روي يسوي جاب باكر حتى لو ما تذبح لانها واي نوت فهمت؟ فو مره ريلايبل دمج عالي وممكن تذبح اللي قدامك فاستلايك خلاص انا بوجهه نظري ايوه فانت يعني تتكلم ان السيتويشن حقك دائما كويس من جاب باكر فهمت قصدي؟ يا يا عشان هذا بوينت صراحه يا فانا ودي تصير ودي تصير جاب باكر تشبك بس بفتره بسيطه تذبح ايه بس انها ما عاد تشبك بعدها مثلا تصير جاب تطير مره بعيد تصير ما تقدر تسوي فولو الا مثلا فير او اب اير فهمت؟ فيصير فيك شويه كريتيفيتي شويه كريتيفيتي يا رجل خلاص كلنا جاب باكر خمم متنا خلاص شو سامت دو يو ريمبر ان فايت تسي وين بار باك كود لايك هاف ذا سبيسيفيك كومبو ان كورنر ذاتس اكزاكتلي جاب باكر فور روي اللي انا اتمنى اسوي انه ميك ات نوت ترو But making not true, مثلاً either full distance. مثلاً. Yeah, the مثلاً jab does not go to the distance perfectly for. غريبة غريبة. ليش حول روب؟ مع إنه فاز. I think and شوف ما أعرف صراحة. I can't like think of a logical way to know. ما أعرف. Is it like بالعكس أحس جرينج أحسن له من روب لأن روب is combo food. Yeah. Losers is the semi-final. فايز يباري والسعود والفايز يباري توفي. اتوقع ان الله سبحانه وتعالى رزقك بعيون وتقدر شو عارة؟ ركز ركز بالتعليق زبده فافا اللي كنت بكمله على عن روي ان يعني روي كاركتر عنده شيء حلوه حرام ال اوب حلوه حرام مثلا هذا السيكونس كان رهيب بدون جاب باكر يعني الكاركتر عنده اشياء حلوه ايوه هذا قصدي يا اخي بس المشكلة ما تقدر تلوم الروي مينز انهم يسوون جاب باك طول الوقت لانه شيء مره ريلايبل ومره قوي فهمت؟ واي ود انت يوز ات فهمت؟ ايوه بس حتى بغض النظر انها سيف ولا مو سيف انا المقصد انه حتى مثلا يسوي نير حفلته بنير يسوي بعدها جاب اذا مثلا تشبكت الاولى تشبك جاب باكر ما يسوي شيء ثاني انت تدري مثلا في شيء مره مهم روي يقدر يشبك الفلسفه بنير انتو ام سماش مين يسويها؟ ما حد يسويها لان يسوي جاب باكر اقوى فهمت؟ هذا قصدي هذا قصدي ابغى اختراعات شغلات جديده فهمت؟ ابغى شوية ابداع في الكاركتر بس هذا قصدي بس يظل انه كاركتر مره قوي يعني مين غير جوبلن في التوب 50؟ مين غير جوبلن از ا رول بلاير في التوب 50 حقت بي جي ما ادري بس كولا بس هذاك مو بس روي شوف غير جوبلن مين تعرف في البي جي ار يلعب روي
اكستريم دايت. طب مين؟ كولا. اوكي. الوه الوه. اوكي. فورج فورنيرز. واو مرة هاي شباب. ضربت اكس و اي اربع مرات. سوال نير ترين. اوكي. لاحظت شيء انه زوسف الليلي اول ما يخش الشيل باكرز اولويز اوبشن. إذا تشيز ذا وانس يت جوتكس ان ادابت. صح حلوة. صح عشان كذا انا مستغرب ليش بوي ليش غير. يا كانت واضحة كانت واضحة. يا. مين ليش تسوي فيها فاول وانت كنت جست لايك فيفر. زوسف لاعب احسن. زوسف لاعب احمد يقولون ستريم دايت. لا يستهبل سعود يستهبل سعود. اوكي اثر السيريس بس لا قاعد يستهبل الظاهر انه الظاهر انه قاعد يسال من طق الباكير ذيك دايما من قوه الضربه يعني نكت زياد شغال ستريم زياد ترى قاعد يذاكر يعني بعد اتفرج شوف قاعد يستهبل سعود فاينل اذا ستريم زب دي راح سماش فيل اي حتى مستوى انه قال ليش راح تراب رجع جرينينجا اكيد اكيد بس انا مستغرب why is فارس going روي is it like احس ماريو احسن صراحة خلينا نكون مرة اونست انا اشوف ان اشوف ان انا اشوف ان روي احسن كاركتر عند جوزف باي مايلز صراحة يعني هو يحب يتكلم عن انه هو يبي سنيك وانه هو ما يحقه سنيك بس روي هو احسن كاركتر من العفين امانة شوف لانه هو اكثر واحد يلعب فيه سنيك ريال يلعب فيه وماريو سحب الامبو وبسنيك اصلا في سنيكات احسن عندنا مثلا زين ما بقى عندنا سنيك للاسف كل كوزا فقع وكوزا لطيف كلهم اعتزلوا يو اي تشينج ماي مايند افتر يور سيت صراحة وشو اوكي شو ما سمعت قصدك اوكي اوه حلوة ربي جيب جيب اكيد اكيد دري سلام لا يعني ما هيز تراين تو جيب ذا ماسل واي دي اوكي ما ادري اب 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 اير اب ثرو تذبح الحين ولا ترى مات حقت جرينجا ليش اثرو جرينجا خليك تروح حق جرينجا تذبح الحين اذا ما كنت غلطان ولا بسعود اثرو جرينجا تذبح الحين شوف الجرينجا اللي يس اكزاكتلي هو مات قوم عليه هو طق داون سماش صار فيها ترين وانقرض الطاوله على موازينه بعدين بلع ام سماش وانفجر اقسم بالله سويتش ذا تيبل هذا روي هذا روي شوف نجد خليك بالماتش اسحب انا نجد سو فار اتس كلوز اوبا اوكي سلام فير فير قصدي افرو حلوه هذه قوه خالد النوتر حقه مره كويس يبيته يبيته يقول له تعال تعال يعرف الجو يعرف الجو خليه يقرا اعتقد ذات ات اوه ضيعها وايد كوم فور ذا بير بير از ليترلي ذا ورست اوبشن كود هاف ونت فور اوبا حلوه 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 في غلطة فارس سواها هي ونت جاب بس instead of going for back air سوى نير ويش؟ شوف قبل شوي فارس يقدر جاب وراح سوى نير ريفرس نير for some reason بالغلط غلط كان يسوي باك اير هو بس كان يسوي جاب باك اير بس طلعت مع نير بالغلط اتوقع انا كنت مسمبل انا فاهم المسمبل يا مسمبل يب اوبا هاي فنير اوكي واو خالد كايجر اوه فير نايس ما عنده جوب ما عنده جوب بدري بدري كب كب عليه مايك كب عليه مايك كب عليه مايك اوكي حلوه حلوه طبعا هذه لا لاست 2 سكندز يموت زي كذا طبعا رجع الجرينجا وفاز تو سوك فليش غير روب غريب صراحه يمكن يمكن يبغى يثبت شيء ولا شيء يبغى عنده فكره ما تشس سمثينج ولا شيء زي كذا او يمكن صدق نفسه بزياده لا شوف اقوى شيء عند خالد
البيت حقه اقسم بالله يجرك اكثر. هو عموما البيت ولا الفندق؟ الفكره وش هو؟ جرينينجا لا تذبح احمد انا عريب الهيدو جوكر. المهم اسمع الفكره وش هو؟ ان جرينينجا اوكي مره كويس بالموضوع البيت الفانيشن نس جرينينجا لا طبعا قاعد يفكر الان اوكي كويس اوكي زوزف اوكي نو واي جو سنيك سنيك ذس از واي واو الشخص الوحيد اللي في العالم يقول انه نس هايب ار يو شور ام ذا اونلي جاي اتوقع في احد ثاني يقول نس سعيد نس مو هايب المهم اتس كان فني غسان يخش الستريم اول ما سنيك يجي اه غسان جاء اهلا غسان اسطوره بالطول بالعرض غسان يهز الارض اسطوره زامز ستوبد ايش ايش في هذا سعود لول بان بان لام زامزم والله حبيبي اوه اوكي لا 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 واو 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 اصلا مو بان ترى على احمد ما يدخل ما يشوف ستريم واو رايك ترجعه لانه عنده كاونت he has actually doesn't have a second account also سعود بالله رجع بليز اوه الصراحه سنيك احسن من روي لانه على الاقل ها والله صراحه جرينينجا حق خالق حق جيرتس واي بيتر من روب هو الروب حقي يصلح في حالات معينة وجرينجا حتى كان حالات معينة يس يس بس انا شخصيا اشوف جرينجا حقه مرة كويس انا اشوفه فيتس هيز بلاي ستايل فاهم تدري ايش اقول لك؟ الروب حقي ينفع اذا جاي يعني هي ونس تو تشيل ولا يقلب يسوي بيج بين اي بيسوي كامب ولا شيء الجرينجا الجرينجا مثلا يصلح الناس زي فارس الو اوكي فير حلو سايد بي اتوقع ما ادري طبعا بوتنشلي اذا فاز جيرتكس بيصير جيم جيم جيرتكس ضد ابو سعود بوكيمونات ضد بعض تلعب روي اوكي توكسي ترويد صفك تلعب روي دق تسبق قد ايديا بيلعب كن بيلعب شوت كن لا بس كن كن شوت سعود اليوم بعد نيوتن نيوتن بس اليوم يقول ما اقدر اطقه الجابات وال الابتلز طابتل عموما احنا قاعدين نسولف انه كانك جيرتكس فاز هو زوزي يقول تراني موجود ترى يعني كمان وي كانت نوك هيم اوت اوف ذا ايكويشن يت بس شوف هاي تقدم بعد اوكي شوف كان زوزي برينج ذس باك فيري بوسيبل ذا هاب هابن ايش قاعد يصير؟ ذا هاب هابن اوكي نيفر مايند كمل اوكي اجت الحين اتوقع انه يبغى لي يعني اوكي ما خليه يرجع اوكي بانش واو واي يو جو فور نابر للابد ورا للابد فرسناك للابد اوكي خالد جست ستد فلك هذا اوكي اي صح ويل خالد تيك ذس ولا ويل زوزو برينج ات باك؟ شوف هي ستوك اذا خالد اخذ ستوك يتاهل واذا زوزو اخذ ستوك نلعب جيم 5 وان مور ستوك وان مور ستوك مره متحمس بدر مره متحمس مره صح؟ هايب اوكي اوكي حلو داون اي اكشلي didn't expect that داون سماش to hit والله غريبه من اللي ما يعرف الجرينجا ماتشب يا هاشم؟ تفضل يكسب السعود؟ ما ادري قاعد يتكلم يقول I'm pretty sure he doesn't know the جرينجا ماتشب بس I don't know who is he يتكلم عن مين هو؟ يتكلم عنك ولا يتكلم عن احد ثاني ما اعرف ما اشوف اي كمان تمبس يقول تمبس ما يعرف الماتشب
لا بس المقصد يا هاشم هنتكلم عن شيء مهم، مو ما هو انه معروف الماتش او لا، في شيء مهم عند كين اللي هو كين وي ان بان ماي بوي ان الشات. طبعا نتكلم عن الاديتور والشيف شيء 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 رجع سعود. المهم بقول لك يا هاشم خلينا نكمل كلامي بدل ما هم قطعوني شباب. اللي قاله لي سعود المدني او نيو تمبس ان عند الابتلز سترونج ابتلز ما تطق جرينجا وهو واقف لانه قصير، فذيس از مره امبورتنت اتوقع في الماتش هذا. اتوقع تمبس just wanted to flex on خالد فراحوا كذا قاعد يطلعون. تصدق عرفت ليش قاعد يلعب خالد بروبجن الثاني؟ اتوقع انه كان بيسوي كاونتر بيك على سنيك. لانه الظاهر الله اعلم انه اتوقع انه زازو بيغير الجيم الثاني. فكان بيلعب سوى بري امتفلي يغير. That makes sense. فهمت؟ طب ممكن تعطينا الشاشه يا مخرج؟ ايش دخل ابتو طيب؟ لا دقيقه شو اسمه جوجيز واز لايك اوه فولكو ابتو ايش دخل ابتو؟ والله اشتقنا الفاك ابتل صحيح حلوة. فاك ابتل does not hit when he ducks. When who ducks? جرينينجا. اي that's true. هاي اتصادق فيها. فاك ضد جرينينجا sucks. فراح جرينينجا يتعب كثير من ماتشات اللعبة هذه بس لأنه عنده اللو بروفايل. اوكي هذا حيموت ترى. ان سواها صح بيموت المفروض. اوكي لأنه رقى فوق بابيب. فا إيدر إنه يسوي إير دوج وياكل الباكيل تقعد في الأبد أو إنه يسوي زي اللي سواه قبل شوي ويموت فهمت؟ فغطى له كل أوبشنات كويس. أفكر إنه ياكل يبلعه من عافية. بانش حلو؟ حلو بيبليد أنتو جو. يا بيا 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 معناته عشان كذا شوف شو الروب قاعد يفوز على سنيك. بانش ما في بانش؟ أعتقد يدري بانش أو سماش. حلو. حلو حلو يا شباب بالله وقصد. والله مدد هذا الليفل مره عالي. اوكي حلو اوبا يا اخي الانفجار حق الفوم مره كبير. اوكي كل البلايرز قاعد حوالي يلعبون نيوترال كذا ما حد ليش غفلوا داون اير ياب 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 كانت جرانتيد قبل شوي ترى كانت جرانتيد لان الاكسند الهيت بوكس حقها خلاص حلو مشكلة ما طقت ترى تبدا اب تيلت ما يقدر يقتل اوه فير يسوي عليه سايد بي؟ البوش سايد بي؟ وهي انا م... اوه وي اي جاست ريلايزد خارج ثري ستوكس ياب ياب ما داري اتكلم اقسم بالله والله كومنتيتر بليسنج نعمه نعمه ما سويت دراسة معك في ستريم اسطوره اوبا انا اسوي ريفرس بي اوه اوكي حلو سوى افتلت وان افتلت وان افتلت غريبة ما ادري احس كذا ضيع وهذا طبعا زوزف ووكينج على كم باك يحاول يشرينز بس ان يكدو ذيس يكدو دي خالد كمان قاعد يلعب جدا كويس حلوة في بام انت من بام حلوة والله مقلب اضمه قله مقلب والله ترى زوزف يمديه ترى سنيك يبديه يرجع اي ماتش كم باك ماشين زي ماريو اتس فاين زوزف بليز كم باك كاركترز هو يلعب هو فعلا يلعب كم باك كاركترز هو دائما يلعب مومنتوم هذا لعب زوزف اذا بوصف لعب زوزف هو مومنتوم يعني باختصار في زوزف لوز مومنتوم ابلعهم العافيه يس حسي لا وين هيز او مومنتوم يصير مره قوي اذا ضيع المومنتوم يصير مره يعني يخبص اوكي داونر اوكي حلو ببليد طبعا ما صار خلاص المقارب بنش اوكي اوكي ما اوه حلوه حاول اسوي ليد بس ما ضبطت مات داونير وايد بدا جوي لو طق داونير بس This is very close. قلبي Oh my god. What? Oh my god. اوكي انتبه من ابتلت انتبه من ابتلت حلوه شاعقه تضربك حلوه اعتقد انت ترى What is he doing? Yes انتبه حد انا هيت
يا شباب شو يا شباب ارحموني. مات 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 مات. سوى اردوش للليج وثامتك الليج ومات سبتها. فكان اخر لعبه جدا اسطوريه. يس. مع انه ترى اتوقع انه حتى لو ما سوى الاس دي هذا كان ممكن راح يموت لانه هو ما كان عنده جمب ما كان عنده شيء لازم يسوي اب بي. هو ماسك هو ماسك هذا ممكن يطق دانيل. يس. فيعني جي جي هارد لك الفارس.